صباح الخير بحلقة أخبار الصباح ليوم السبت 15 شباط. تحية للفنان مارسيل خليفة بقصر اليونسكو. الأفلام الوثائقية اللي تناولت حياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإنجازاته. احتفال مؤسسة إنجاز ببرنامج أنا ريادي بمدرسة التدريب التربوي الرسمية للبنات بمدينة أبي سمرة. وحفل موسيقي للفنان زياد الأحمدية بمترو المدينة. أما ضيفنا اليوم فهو الشاعر أنطوان حرب لنحكي أكثر عن حفل الزجل مساء 22 شباط بكازينو لبنان ووقع الزجل اللبناني اليوم. ولكن البداية مثل كل صباح بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية وطبعا حال الطقس. ومعنا اليوم على الخط الأستاذ عصام حلاوي لناخذ منه تفاصيل عن طقس الويكند. أستاذ عصام صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. كيفكم أنتم؟ ولا منيح، مبسوطين بهالشتوات؟ الحمد لله. رح تستمر لأيمتى هالحالة؟ هاي اللي للأحد بعد الظهر. نعم. بتحسن ابتداء من بعض الظهر نهار الاحد. نعم. بالتفاصيل طقس اليوم غائم وممطر، يتخلل بعض الانفراجات صباحا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحراره، وفي تساقط ثلوجي اعتباره من 1200 متر وما دون ذلك. نعم. في المناطق الداخليه وتوقع عواصف رعديه متفرقه اعتباره من بعد الظهر. نعم، درجات الحراره اليوم قديش راح بتكون؟ اليوم على الساحل من 9 إلى 23، فوق الجبال من 5 إلى 13. نعم. الأرز درجتين تحت الصفر إلى 6 درجات، في الداخل من 5 إلى 16 درجة. نعم. ورياح سطحية جنوبية شرقية ليلا تتحول إلى جنوبية غربية نهارا، سرعتها تتراوح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة، تشتد لتصل إلى 45 كيلومتر بالساعة. نعم. رؤية متوسطة، والرطوبة النسبية على الساحل تتراوح بين 50 إلى 80%. نعم. حال البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارته 17 درجة. نعم. أما الضغط الجوي ف 760 مليمتر ذرة. نعم نعم، شكرا لك أستاذ عصام على كل هالتفاصيل. إحنا بنتمنى لك ويكند حلو. جوال صباح الخير. صباح الخير بيارات. تفاصيل الصحف اليوم، هو انتظار ما زال موجود بتشكيل الحكومة، بالإضافة إلى الذكرى التاسعة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري بالبيال. وكل هالأخبار بعناوين صحف اليوم. رح نبدا مثل العادة مع عناوين النهار. الفيتو على ريفي أطاح الولادة ولم يسقط المساعي، الحريري لا للفراغ الرئاسي ولا للمحرقة المذهبية، المستقبل تمسك بترشيح ريفي لتعديل التوازن في الحقائب السيادية، أبو فعور عاود اتصالاته بعد الظهر سعيا إلى مخرج جديد. ضمن أسرار الآلهة، أبدى مسؤول أمني تخوفه من أن تكون الحاجة إلى تدوير الزوايا لا تزال عرضة لمزيد من التفجيرات والاغتيالات. قال دبلوماسي أوروبي لوزير سابق: إذا لم تحافظوا على لبنان فإنكم تخسرون آخر موقع للمسيحيين في الشرق. يشكو مواطنون من عدم توحيد تعرفة المولدات الكهربائية وفقا للاستهلاك وليس بمبلغ شهري مقطوع. استرعى اهتمام أوساط سياسية إدراج الوزير السابق شار رزق بين خطباء ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وبختم النهار مع قلم المطران جورج خضر ومقال بعنوان فتات من السماء. نتابع مع عناوين السفير: رواية الليلتين من ريفي إلى المشنوق، جملات يقترح المخرج والحريري يتجاوب، وسلام إلى السرايا. هبة باردة وأخرى ساخنة تحكم الأسواق المالية. ارتباك أمريكي بين الخيار السياسي والتلويح بإشعال حوران، فراغ جنيف يلقي بمهمة الإبراهيمي في المجهول. وختاما في السفير: مصر مساعدات خليجية تعزز موقف السيسي، تمويل سعودي إماراتي لصفقة الأسلحة الروسية. من السفير إلى عناوين الحياة: مفاوضات جنيف أمام طريق مسدود وأمريكا تراجع خياراتها في سوريا، عبد الله الثاني يحض أوباما على الانخراط أكثر في المنطقة، ونزوح وسط مخاوف من هجوم وشيك على يبرود. في ذكرى 14 شباط أعلن: لن نقبل إلا برئيس يمثل إرادة المسيحيين، الحريري سنتصدى للدعوات إلى زج السنة في حروب مجنونة. ليبيا انقلاب تلفزيوني وتظاهرات تطالب برحيل المؤتمر الوطني. تركيا إطلاق مدير مصرف متهم بالفساد. وختاما في الحياة: 29 عنصرا فروا بألبسة عسكرية بعد هجوم دام، الهروب العنيف من سجن صنعاء، تواطؤ داخلي وتنسيق مع القاعدة.
نتابع مع عناوين المستقبل الحريري، المستقبل على صورة الرئيس الشهيد أو لا يكون، دعا إلى رئيس يمثل الإرادة الوطنية للمسيحيين وخاطب بري وحكماء الشيعة. خادم الحرمين يستقبل الحريري. نزوح سوري كثيف من يبرود إلى عرسال وطريق مسدود في جنيف 2. واشنطن، الخيار العسكري ما زال مفتوحا، وبقلم بول شاول، وقبل يومين من ذكرى استشهاد الحريري. وحول الذكرى التاسعة على استشهاد الحريري، عدة عناوين بالمستقبل أبرزها: احتفالية العدالة والعدل والاعتدال من عرسال إلى الرئيس الشهيد، رحيل ما زال يسكننا، وأزهر زمن العدالة عند الضريح، وختاما طرابلس لن تنساك. من المستقبل إلى الأنوار وعناوين: أعجوبة تشكيل الحكومة لم تتحقق، ودوران مستمر لحلحلة العقد، الحريري سنتصدى للدعوات المشبوهة إلى زج اللبنانيين بحروب مجنونة، اتصالات ليلية حول تشكيل الحكومة، أمطار غزيرة بعد انحباس الأمم المتحدة، الهجوم على يبرود يهدد سكانها، وبقلم المحلل السياسي: رئاسة الجمهورية والكتل النيابية، خلط أوراق وإعادة تحالفات، حكومة ليبيا تلاحق ضابطا متمردا. وبالأخبار الاقتصادية: تعاون مصرفي بين لبنان وقبرص. وبختم الأنوار مع مقالة رفيق خوري: اللا معقول واللا مقبول في مسار الحكومة. إلى عناوين اللواء: كمين الواحدة فجرا يبعد ريفي عن الداخلية، فهل تنجو المراسيم اليوم؟ الحريري: السنة حراس الوحدة الوطنية وليس حاضنا لأي تنظيم إرهابي. الملك عبد الله يستقبل الحريري. أوباما يضع خيار القوة بوجه الأسد على الطاولة مجددا. نزوح من يبرود إلى عرسال، ومجزرة بدرعة، وبراميل على حمص وحلب. وأيضا في صحيفة اللواء: قمة أمريكية أردنية في كاليفورنيا تبحث الأزمة السورية وعملية السلام. من اللواء إلى عناوين صحيفة البلد بعنوان: الرئيس اليوم الحريري نرفض الفراغ الرئاسي واحتضان الإرهاب. وفي عناوين أخرى: التحرش يهدد العلاقة بين أهالي القرى واللاجئين جنوبا، قرى الحدود قصف ونزوح ومعاناة بلا حدود، مبادرة فلسطينية لحماية عين الحلوة، جولة جنيف الثانية أمام حائط مسدود، فابيوس لاغتنام فرصة السلام، وختاما فيتو النهار يخلط أوراق الليل، بديل ينقذ التشكيلة. نوصل إلى صحف باللغات الأجنبية، وبترجمة للديلي ستار: الحريري يتعهد بإبقاء السنة خارج الصراع، رئيس الوزراء السابق يدعو إلى الاعتدال وينتقد التطرف وتدخل حزب الله في سوريا، مؤتمر جنيف 2 يتعثر في الوصول إلى نهاية، وختاما اتفاقات الساعات الأخيرة تحيي الأمال مجددا بتشكيل الحكومة الجديدة. من الديلي ستار إلى لوريان لوجور، وفي عناوين اليوم: إما أمل أو معجزة أو لا شيء، الحكومة بحث ليلي عن حل معتدل لوزارة الداخلية، سعد الحريري منطق الاعتدال أقوى دائما من منطق العنف، وختاما تيار المستقبل يمد يده لنبيه بري. في عناوين صحيفة الشرق اليوم: حل آخر الليل، المشنوق للداخلية وريفي للشؤون والحكومة خلال ساعات، سعد الحريري: أهل السنة لن يكونوا داعش أو النصرة أو القاعدة، نرفض الفراغ الرئاسي ونصر على رئيس ماروني يمثل إرادة المسيحيين، صفقة سلاح بين القاهرة وموسكو ب3 مليارات دولار. وضمن رأي الشرق بقلم عون الكعكي ومن كلام الرئيس الحريري: أهل السنة أهل الاعتدال. خادم الحرمين يستقبل الحريري. أوباما لخيارات جديدة حول سوريا، جنيف 2 إلى طريق مسدود، مصر مطاردات بين الأمن والأخوان. وبالأخبار الرياضية: الرياضي يتصدر والخسارة الأولى للحكمة. وبختم مع الصورة الرئيسية اللي حملت عنوان: زمن العدالة هو زمن الاعتدال ونحن أهل الاعتدال. من الشرق إلى الشرق الأوسط: الأنظار تتجه إلى نيويورك بعد تعثر جنيف 2، المقداد يهاجم آموس، ومستقبل مفاوضات سوريا غامض، تأليف الحكومة يصطدم باعتراض حزب الله على مرشح المستقبل للداخلية، الحريري: الحوار لم يعد يجدي مع من يجرنا إلى حروب خارجية.
شهود عيان للشرق الأوسط، لا تحركات عسكرية وطرابلس هادئة. قائد الجيش الليبي السابق يعلن تجميد الحكومة والبرلمان وزيدان يسخر منه. وختاما في الشرق الأوسط، تمكنوا من الهرب عبر فتحة أحدثها تفجير سيارة مفخخة في سور السجن، أخطر قيادات القاعدة بين الفارين من سجن صنعاء المركزي. في صحيفة الأخبار اليوم وبعناوين الرئيسية، الحريري يفرج عن الحكومة، رئيس المستقبل يستوعب سقور تياره ويطلق معركته ضد داعش والنصرة. ومننتقل إلى الجمهورية، المحطة الأخيرة ضمن العناوين، وعناوين اليوم: الحكومة تتنقل بين العقد، تشاؤم الصباح تبدد ليلا بحل عقدة الداخلية باقتراح إسنادها إلى المشنوق. موسكو تجر واشنطن إلى ملعبها وبدائل الائتلاف. واشنطن تنتقد دعم بوتين للسيسي. وبالأخبار الرياضية، الرياضي يسقط الحكمة في عقر داره ويخطف الصدارة. هيك نكون وصلنا إلى أول فاصل إعلاني بحلقتنا، من بعده بتلاقينا بيارات مع أخبار ثقافية وفنية، خليكن معنا. جولة ثقافية بنبلشها هلأ، والبداية مع جمعية متروبوليس يلي بتقدم بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي بلبنان ومهرجان فينيز النسخة الأولى من مهرجان لبنان فينيزيا سينما، يلي بينطلق بعشرين شهر وبيستمر لغاية 25 شباط، ورح نصير نشهده بصورة سنوية. رح يتضمن هالمهرجان عرض لأبرز الأفلام يلي انعرضت خلال الدورة 70 مع ضيوف مثل ويجي كوتشينيلو مدير مهرجان فينيز يلي رح بيقدم فيلم الافتتاح اللونلي هارت. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava il mondo come sempre. والعروض رح بتكون بصورة يومية على الساعة 8 المساء، وطبعا رح نكون مع أبرز المواعيد. سمير وميشيل أو ميشيل وسمير عنوان المسرحية الجديدة من تأليف وإخراج جو ديح وتمثيل رودريغ سليمان، هشام حداد، أنطوان بلبين وماجي بدوي. مسرحية بتنتقد الواقع وبتعتبر أنه الجميع بعيش بحالة من الجنون. العروض رح تنطلق ب 25 شباط على خشبة مسرح الجميزي بمدرسة ساكريكار من الخميس للأحد. وأذكركم أنه هالويكاند العروض الأخيرة لمسرحية ريما من تمثيل روزي يازجي وطبعا تأليف وإخراج جو ديح. ليبون جاز بيقدم مغنية الجاز الكندية كاليلي إيفنز بحفل بالميوزيك هول نهار الثلاثة 18 شباط، وكاليلي إيفنز اختارت أنه تختم جولتها الأوروبية ببيروت، والموعد 18 شباط على الساعة 9 المساء. فولبون ولورنار دو فينيز عنوان العرض المسرحي الجديد يلي رح تستضيفه خشبة مسرح دوار الشمس بالطيوني. هالعمل من تأليف بن جونسون، اقتباس وإخراج ألان بيسون. العروض بتنطلق ب 21 شباط وبتستمر لغاية 9 أذار من الخميس للأحد على الساعة 8:30. par Ben Jonson, Volpone ou le renard est une cinglante farce comédie sur la corruption et la cupidité humaine. Bernard Allaire et Francis Perrin y jouent avec grand talent les irrésistibles maîtres et valets. Oh, le souffle d'un dragon! Oh, la pauvre! Auriez-vous une maladie de cœur? De cœur, oui, c'est ça. Le vice est d'autant plus dangereux qu'il prend les couleurs de la vertu. Oh, oh c'est joli ce qu'il vient de dire, hein, c'est bien. Et surtout, dites bien que je suis mort de chagrin! De consomption, de neurasthénie. ودائما بأجواء المسرح بتقدم عايدة صبرة عمل جديد بعنوان من الآخر، تأليفها وإخراجها وتمثيلها بالإضافة إلى مشاركة ماريليز عاد وإليان جيم. العروض بتنطلق ب 17 الشهر على خشبة مسرح مترو المدينة. ثلاث مواعيد رح نكون بانتظارها بشهر شباط هن 17 18 و24. أما بشهر أدار فالعروض رح بتكون كل تنين وثلاثة على الساعة 9:30 المساء.
الفنان البلجيكي جوس هوبن وبمناسبة انطلاق شهر الفرنكوفونية ببيروت رح بيقدم عرض بعنوان لاردورير على خشبة مسرح موتاني بالانستيتو فرانسي دو بيروت ب 28 شباط و 1 أدار على الساعة 8 المساء. Trois réactions sont possibles. La première n'est pas advisée si vous voulez faire rire un public. C'est celui-là. Les gens vont être inquiets et vont appeler un homme. Vaut mieux tout de suite jouer pour signaler au public que tout va bien et profiter de ce moment pour trouver un jeu. Voilà. بإطار لنوي نوستالجي بيقدم كازينو لبنان كلود بارزوتي يلي رح بيقدم حفلتين اليوم وبكرة على خشبة مسرح كازينو لبنان على الساعة 8 المساء. وبإطار لنوينو ساجي كمان رح بيقدم كازينو لبنان الشهر المقبل بمناسبة عيد الأمهات المغني الفرنسي إيرفي فيلار، أما بشهر نيسان ومع عيد الفصح عازف البيانو ريتشارد كليدرمان. عزيزة بتعطينا موعد بالبلو نوت كافيه ب 28 الشهر على الساعة 9 المساء، وطبعا عزيزة رح بتقدم مجموعة من الأغاني العربية بأسلوبها المميز. والختام مع عازف العود سام شلبي اللي رح بيقدم حفلة موسيقية نهار الأربعاء 19 شهر بالبيروت أرت سنتر على الساعة 8 المساء، وهو سبق وتعاون مع مجموعة كبيرة من الفنانين بمصر بكندا وبيروت. وبالختام بننتقل لعند زميلتنا وردة واتصال مباشر مع أكثر لناخذ تفاصيل عن حلقة صالون السبت لليوم. صباح الخير ست وردة. صباح الخير بيارات، صباح الخير لجوال ولأخبار الصباح. اليوم على غير عادي، نعم. يوم السبت لأنه صح. حلقة له ضيوف وأصوات وأبواب ومقارنات بين أمسه ويومنا بعد رحيله، نعم. ومن قتل رفيق الحريري؟ أجاب الجنرال ميشيل عون في 22/5/2005. كل التفاصيل في صالون السبت اليوم 8:30 إذاعة الشرق. فإلى اللقاء وشكرا. شكرا لك ست وردي. ومنرجع هلأ مننتقل عن جوال مرة جديدة لنأخذ فكرة أكثر عن حركة السير لصباح يوم السبت. لنعرف أكثر عن أحوال طرقات يوم السبت منعمل جولتنا المعتادة عبر الكاميرات المثبتة بالمناطق، ومثل كل نهار سبت الحركة بتكون نوعا ما خفيفة. عم نبلش من جسر سليم سلام، باستثناء يمكن جسر سليم سلام حركة سير ناشطة مع بعض التوقف للسيارات. أوتوستراد الزلقة بالاتجاهين خط مفتوح وممدون عجقة سير. ننتقل إلى رون بوان صيدا، مثل ما بتسمح لنا الصورة نشوف حركة سير طبيعية. من روم بوان صيدا ننتقل إلى جونية بالاتجاهين كمان حركة سير خفيفة من دون توقف لسيارات ومن دون عجقة سير، وبنختم مع مثلث خلدة بكل الاتجاهات كمان حركة سير طبيعية إلى خفيفة نوعا ما. المؤهل جاد أبو زكي معنا من غرفة التحكم للمرور ببيروت وبيعطينا تفاصيل أكثر. صباح الخير. صباح الخير جوال. مرحبا. أهلا، عم تسمعيني؟ ألو. إيه هلأ شوي عم بسمعك. إيه صباح الخير. تفضل. إيه وصباح الخير للمشاهدين كمان. مثل ما ذكرتي حضرتك اليوم كمثل كل نهار سبت بتكون الحركة خفيفة على الطرقات. المداخل الثلاثة منبلش من المدخل الشمالي لبيروت عم بيشهد حركة طبيعية على امتداده من جوني وصولا إلى بيروت، نعم. على المسلكين،
أيضا السائل القادم من الجبل علي باتجاه الصياد بيروت، والمدخل الجنوبي خلدي باتجاه الأنفاق ودمن شوارب على العاصمة، باستثناء جسر الكولا سالم متجه باتجاه نفق سليم سلام الوسط. نعم. عم يشهد بعض التوقفات بسبب حادث داخل النفق. بسبب؟ حادث داخل النفق بهالأثناء. نعم. وفي عنا دراج بالمكان عم بيعمل على رفعه عن الطريق. نعم. أي حوادث سير بين امبارح واليوم؟ حوادث السير التي وقعت خلال ال 24 ساعة المنصرمة عندنا لحظة شوي بس لو سمحتي. ايه عم اهلك ان شاء الله يكون الرقم، او لا مش عم اهلك، ان شاء الله يكون الرقم صغير. نسبيا مثل كالمعتاد عندنا 12 حادث. نعم. قتلين و15 جريح للأسف. نعم، نتمنى لهم الشفاء العاجل. شكرا لك المؤهل جهاد أبو زكي، يعطيك العافية. نحكيكم بكرة عن أحوال الطرقات كيف رح تكون. نحن رح توقف مع فاصل إعلاني تاني بحلقتنا من بعده، متابع أخبار صباح، خليكم معنا. صباح الخير. أخذ ورد، كر وفر، والحكومة خلف الباب، وتسكرت طاقة الوزارة النفطية لينفتح جدل جديد حول الداخلية. وبسياسة الهيمنة المتبعة، خزان العراقيل لدى فريق 8 أدار ما بينضب، فالمخيلة واسعة ولائحة المطالب تدوم وتدوم، يمكن هلأ ويمكن بكرة، والأنظار كلها موجهة إلى قصر بعبدة بانتظار إعلان ولادة حكومة آتية من رحم الفوضى والتسويات. أما المواطن فما عاد يبني أمال بالأحلام ولا قصور من رمال، أيا يكن شكل لون الحكومة وأسماء المحظوظين من أصحاب المعالي، فصورة تذكارية واحدة ما بتكفي، والعبرة في التنفيذ. لم تكن يوما ذكرى 14 شباط محطة للبكاء على رجل بحجم وطن، وإنما وفاء لنهش حيك عقول اللبنانيين وضمائرهم ورفض غريزة القتل والسلاح. 14 شباط هالعام على موعد مع العدالة الدولية، فالمحكمة الخاصة بلبنان يلي سعى البعض لتشويه صورتها وتعطيلها رح تكشف بالأدلة والبراهين من خطط ونفذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الرفيق الحريري وساهر الشهداء. إنه زمن العدالة والحقيقة، زمن بينتهي معه الاغتيال دون عقاب وبتتعطل فيه المؤامرات. إنه زمن رفيق الحريري وكل الشهداء. تقرير. مهما تأخر جاي ما بيضيع اللي جاي، عغفل بيوصل من قلب الضو من خلف الغي، ما حدا بيعرف اللي جاي كيف يبقى جاي. عندما وضع الرئيس سعد الحريري النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وضع معه حدا فاصلا بين زمنين، زمن ما قبل العدالة وما بعدها. ونعود بالذاكرة إلى 14 شباط 2005، وفي غمرة الحزن والغضب ورغم الدماء صرخ اللبنانيون نريدها عدالة لا ثأر. واليوم وبعد 9 سنوات شقت العدالة طريقها إلى قوس المحكمة في لاهاي، مدرجة بدماء من استشهدوا من أجل الحقيقة لكل لبنان، ومعبأة بإرادة شعب لا يعرف الاستسلام. أنا إيماني الفرح الوسيع من خلف العواصف جاي ربيع، إذا كبرت أحزاني نسيني العمر الثاني، انت اللي ما بتنساني. لم تكن ولادة المحكمة الدولية سهلة، بل دخلت ومعها قوى 14 آذار في مخاض عسير،
ومعركة حقيقية بين نهجين، نهج يسعى إلى إخراج لبنان من منظومة الدويلة إلى دولة القانون والمؤسسات، ونهج اعتاد رصاص الغدر والاغتيال. قبل إنشاء المحكمة الدولية بال2007 بموجب القرار 1757 وتحت الفصل السابع، كان الفريق المتضرر قد بدأ خطة ممنهجة للانقلاب على إرادة الشعب من أجل وأد الحقيقة في مهدها من خلال كل أشكال العراقيل: تشكيك، تهديد، تشويه، تعطيل وإخراج ملف شهود الزور. حزب الله لا يوافق وضد تمويل المحكمة الدولية بكل وضوح. خلصنا من حديث المحكمة، المحكمة بكرة بتتعالج وفقا للقوانين اللبنانية وفقا للقوانين الدولية، المحكمة بتشكل اعتداء على سيادتنا. أنا بالنسبة إلي فيش حدا أهم من لبنان، لا المحكمة الدولية ولا على اللي عم يشتغلوا للمحكمة الدولية ولا اللي عم تألف من شانه المحكمة الدولية. اغتيل وسام عيد ووسام الحسن، فظن من ظن بأنه أطلق رصاص الرحمة على المحكمة بضرب رأس الأمن في لبنان. أسقطت حكومة الوحدة الوطنية واستمر التهويل بقطع التمويل عن المحكمة. وما عاد شهيد لبنان، أصبح فقير العيلة. حرام يعرف مين قتل مين وليش قتلوا، بل قتلوا لأنه هناك زوج غيور على زوجته ومصعب له إياه، قعدوا شهيد الوطن. يا شيخ سعد، ما لك علاقة بالمحكمة الدولية، سقط حقك بالمحكمة الدولية، سقط حق فريق 14 آذار كله بالمحكمة الدولية. بالنسبة لنا هذا الموضوع انتهى. أما المحكمة فكانت تعمل بصمت، نظام إجراءات ومحاكمات مرن، تكليف فريق من المحامين للدفاع عن المتهمين، بت في الدفوع المقدمة، وصولا إلى لحظة بدء المحاكمات، خمس متهمين بالأسماء. في 16 كانون الثاني 2014 كان لبنان والعالم أمام مشهد مختلف انتظره اللبنانيون منذ سنوات: عدالة غير خاضعة للابتزاز والتهديد والتهويل، عدالة أسمى من المزايدات والصفقات، عدالة قد تفتح التاريخ على مصراعيه وتسقط القناع عن مشروع يعود إلى سنوات من الهيمنة، من اغتيال كمال جنبلاط وبشير الجميل والمفتي حسن خالد ورنيم عوض إلى شهداء الحرية والاستقلال. يطل 14 باط هذا العام ليعلو صوت القانون فوق دوي الانفجار، ومطرقة العدالة تسقط جبروت السلاح. بين عدالة الأرض وعدالة السماء انتصر رفيق الحريري. Oh,
أفلام وثائقية عديدة تناولت سيرة حياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكشفت الناحية الإنسانية السياسية والإنمائية في شخصية رجل استثنائي غير وجه لبنان وأثر في السياسة الدولية. رح نتوقف بهالتقرير عند أبرز الإنتاجات والأفلام يلي تطرقت إلى أبرز المحطات بحياة الرئيس الشهيد وحتى بعد استشهاده. الشهيد رفيق الحريري شخصية وطنية تركت بصمة بكل مكان قصده وغير ساحات الوطن. مع استشهاده انفتحت صفحة جديدة بتاريخ لبنان. مع رحيل الشهيد رفيق الحريري تم توثيق مسيرة حياته الغنية والمثمرة إن كان على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو العمراني. اللي حصل في الماضي مش بناء لتقصير أو عدم رغبة بقدر عدم قدرة على عقد هذه الاجتماعات وعلى التواصل مع الناس. ونحن بنعتقد افضل تنظيم هو تنظيم العائلات وتصير العائلات هي تاخذ مسؤوليه افرادها. اولى الافلام يلي انعملت كانت للمخرج السوري الراحل عمر اميرالاي بعنوان الرجل ذو النعل الذهبي يلي قدمه سنه 1999 وهو الوحيد يلي صور مع الرئيس الشهيد قبل اغتياله وتحدث فيه عن نفسه ودوافعه وطموحاته. يعني هو الجمال فيها انك تقدر تشوف البحر والجبل والبيوت بنفس الوقت. بيروت انا بشوفها مدينة كبيرة وعظيمة وفعلا بشعر بالاعتزاز اللي بمثلها. لا تتوالى الأفلام بعد اغتياله يلي وسعت التاريخ من التجربة السياسية وأسئلة حول اغتياله والتوقف عند لحظات مهمة من حياته، منها فيلم كيا تويه رفيق الحريري من إنتاج فرنسي بيستعرض أحداث الاغتيال ومقابلة مع أشخاص كانوا لحظة الانفجار. Tout était noir et ce feu je ne peux pas vous décrire comment c'était. La nouvelle de l'attentat contre le convoi de l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri est reprise par toutes les télévisions du monde. Le Liban renoue avec le terrorisme. Un violent attentat a provoqué la mort de l'ancien premier ministre Rafik Hariri et de 9 autres personnes à 3 mois des élections législatives. فتم أيضا إنتاج سلسلة أفلام من قبل التلفزيون الـ MBC بيتضمن 3 أفلام. الأول بعنوان الشيخ رفيق الحريري، الثاني شهيد الدولة دولة الشهيد، والثالث حمل عنوان اغتيال الحريري. احتوى على شهادات أشخاص عاصروا الراحل فكانوا بمثابة حفظ لذاكرة سنوات طويلة من حياته واغتياله. الله يرحمه كان رجل عادي ولا كأنه له أهمية ولا هو رمز في لبنان. المفاجأة الشعبية في لبنان أنه رفيق الحريري دخل لكل بيت في لبنان. رفيق الحريري كلنا رفيق الحريري بدهم يقتلونا. يتفضلوا يتفضلوا يقتلونا كلنا. اغتيال الرئيس الحريري كان محطة لتحولات كبيرة بلبنان والمنطقة وكان موضوع فيلمين وثائقيين أضاءوا على ثورة الأرز والثورات العربية وهن قولوا للحرية جينا وفيلم طلعنا على الضوء يلي اختصروا مسيرة الرئيس الحريري من اتفاق الطائف إلى حين اغتياله
وهن من إنتاج تلفزيون المستقبل ومن إعداد بول صغيب، إخراج سارة حيدر ومنتج منفذ منى سعيدو، إلى جانب العديد من الأفلام الوثائقية اللي أنتجها تلفزيون المستقبل، بالإضافة إلى مجموعة أفلام قدموا العديد من وجهات النظر المختلفة، وصل عددها إلى أكثر من 20 فيلم من أماكن مختلفة. عمل أفلام وثائقية منا كافية لاختصار مسيرة رجل بحجم وطن. بإطار النشاطات الثقافية والفنية بننتقل سوا إلى أمسي موسيقية للفنان زياد الأحمدية وفرقته على خشبة مسرح مترو المدينة. أمسي قدم خلالها أبرز أعماله وأغانيه الخاصة يلي نقلت الجمهور إلى مستوى راقي من الفن. تفاصيل أكثر بهالتقرير. كبني مؤخرا بحفلات موسيقية عديدة من الهشك بشك شو لعزفه مع الفنان عبد الكريم الشعار ومع مشاركته العزف كبار الفنانين، ولكن رجع اليوم الموسيقي والمغني زياد الأحمدية إلى خشبة المسرح ليطل وحده مع فرقته الموسيقية من بعد غياب طويل، فكرس أمسية موسيقية كاملة لمعزوفاته الخاصة وقدم مجموعة من أعماله. حسيت أنه بمحل جمهور كتير كبير تعرف علي بهالاتجاهين هو. كان من الضروري بمكان انه اقدم كونسرت بمقطوعات الموسيقيه لحتى الجمهور اللي عرفني بهوديك الاعمال يعرف كمان انه في بعض الاعمال الخاصه اللي تحمل شخصيتي التاليفيه. طبعا من هو صغير بحب الموسيقى وروحه هنيه، بحب الناس، بحب الكلمه اللينه الطريه، كثير يعني عميق بموسيقته ومبتكر تقريبا، يعني في شغلات كثيره هي مش من زمان كثير بعرفه، بس لما خبرني انه عنده كونسير فيزيون انتر جاز وعود حبيت اجي اشوف شو هو اكزاكتلي. عمل شغله حلوه، انا بحب هالكومبينيشن اللي بتصير يعني بالموسيقى، بحب اعرف شيء جديد كعود وكساكسفون وكبيز وكخون. Thank you.
صوت زياد الأحمدية لساكسفون جيريمي تشابمان، لمكرم أبو الحسن على الكونترباس، وصولاً لبهاء داو على الإيقاع. قدم زياد الأحمدية مجموعة من أغانيه من مختلف أعماله من ألبوم سايلنت ويف بالبال وبعض من الأعمال الجديدة، مقطوعات موسيقية من دون مغنى من تأليفه بترتكز على الآلات الموسيقية وبتتراوح ما بين الأمبيانت ميوزك وفيوجن ما بين الموسيقى الشرقية والبعض من الجاز. A very gentle musician. He's very subtle, very delicate. He likes calm atmospheres, and he listens very, very well. There's really great music. We like to hear the oud, and we like the duo between Jeremy and Ziad. We've heard them before, and so we always come when they play. I really love Middle Eastern music, and I love how it in a fusion of jazz with the Middle Eastern and the rhythms. Everything that comes from the music is very exciting to me. I love this music especially because of the combination of East and West, and I think especially at the moment this is so important to mix genres. Well, you know, I've seen him play a couple of times, been to Hishik Bishik maybe two times, gonna go again. But I'm here to support my friend Jeremy who's playing sax with him, so. بمترو المدينة بمنطقة الحمراء قدم زياد الأحمدية وفرقته الموسيقية سلسلة من أغاني الخاصة ليسترجع مستوى الموسيقى الراقية ويقدمها لكل محبينه. نضل بأجواء الفنون لننتقل هالمرة إلى الزجل مع الشاعر أنطوان سعادة. صباح الخير. شكرا. أهلا وسهلا فيك. فرقة المسرح على موعد بالكازينو ب 22 الشهر. نعم. لتقدم أمسية زجلية من المستوى الرفيع مثل ما تعودنا عليكم. الله يبارك. نعم. خلينا نرجع نذكر حضرتك أنطوان سعادة، الأستاذ لياس خليل، الأستاذ بسام حرب بالاشتراك مع داني صفير. نعم. إذا بكازينو لبنان. نعم. كيف تحضيراتكم؟ الحمد لله التحضيرات كتير منيحة وتجاوب الناس كتير منيح. قبل ما نفوت بهالموضوع بدي أقول الشاعر لما يفتح عين بيسأل عن حلوين ووين، اللي في حده حلو بينجح، كيف اللي في حده اثنين؟ شكرا لك أستاذ. الحمد لله جوال في ردي لسماع الزجل والاهتمام بالزجل، والزجل خلق معنا بالضيعة وأكيد أديري وكبنا بالمدينة وأكيد عنده قدرة يوصل للعالمية لأنه هيدا فن شعبي بينبع من القلب، فن إيقاعي جميل بدون تكلف بدون تصنع. والحمد لله عبر هالأجيال اللي مرقت حافظ الزجل على مسيرته. الزجل رح يصير عمره على المنبر 100 سنة. بس على المنبر؟ على المنبر. قبل كان بالقرى وبالضياع وبالعراس بدك تعتبري بيرجع لحدود 1000 سنة لورا. يعني هالفنون اللي عم تعيش اليوم بتلاقيها وصلت لمطرح وغطى على قلبها وخلصت. الزجل صار عمره 100 سنة وبعده عم يستمر. بعده شاب. وبعده شاب. استاذ أنطوان، كنا عم نحكي قبل شوي انه في عوده وعوده كتير قويه للزجل اللبناني خاصه من قبل الشباب. يعني عاده بنروح على سهره زجل بنلاقي من الـ50 وطلوع. هلا لا، في من 50 وطلوع بس كمان في عنصر شباب كتير قوي. هلا اكيد بدكم تحضروا حفله الكازينو مثل قول كان الشباب. ليك يا جوال، الانسان عدو ما يجهل. مر علينا 20 سنة حرب بالمقابله الماضيه حكايتهم مع بياريت هون. هالعشرين سنة حرب غطوا كل الفنون مش بس الزجل، كل شيء اسمه فكر تخبى، النحت، الرسم، الأدب صار تحت الأرض. بهالوقت هيدا كل شيء بتغيبيه عن الإعلام، بنتي ما عادش في زجل على التلفزيونات وعلى الإعلام. لما رجع الزجل يتنفس من خلال تلفزيوناته، رجع يبين ببرامج جديدة، ورجعوا الشباب يشوفوا يسمعوا شغلة حلوة. بتلاحظوا على كل شيء عم يتقدم برامج على التلفزيونات، ما فيش مسرحية، ما فيش حلقة على التلفزيون بتمروا إلا ما فيها سكتش زجل. صح. وصاروا يجيبوا تفوف اللي كانوا يستحوا بس يشوفوا واحد حامل دف يقولوا ستريد دي مودي شو هيدا حامل دف. يعني رجع الدف
للعبته لأنه مش متصنع. هيدي آلة خلقت عمرها 10,000 سنة الدف، والإنسان ابن طبيعته، ابن إيقاع زيته. هلأ أنا عم بحكي أنا وياكم بيمروا 20 بيت الرادي، لغتنا لهجتنا اللبنانية غنية. فإذا ممكن ده الغريب عن الشباب، ما أول ما بيخلق طفله بتبلش أمه تغني له، بتبلش تغني له زجل ومويل زجل، وكلكم تسمعوا فيروز يلا تناموا يلا تناموا ريم. يعني لما بيربى بالذاكرة الخلفية هذا الفن، ما في حق جريمة إذا بيرجع بينساه الإنسان، لأنه هيدا ابن بيئتنا، ابن وطننا، ابننا، عم ندلل نحن، كيف بدنا ننساه؟ طبعا يمكن الشباب اكيد عندهم هيك روح المغامره والاكتشاف، وبيحبوا يتعرفوا على كل شيء جديد وفنون بالنسبه لإلهم يمكن جديده. يا ريت مره بدعوني على مدرسه الحكمه على جديدي لاعمل محاضره لطلاب البكالوريا والفلسفه. صاروا يتشكوا انه شو بدهم يزربونا تنحضر ساعه الزجل، شو هيدا الزجل، كسكسيل الزجل. لحقوا في امر من الاداره انه بدهم يسمعوا، ممنوع يغيبوا. لما بلشت احكي وبلشت افسر لهم واعطيهم نموذج عن الاوزان، كل طالب من هالطلاب قام كتب رده الرادي على اللوح، وبقيت على تواصل معهم شي سنه. انا بدي اقول للبنت اللي بعرفها منيحه، ودي اللي بدي اقول لها ليك شو حلوين، تخلق التشويق والرغبه. وهيدي شغله بسيطه بقى لما بيرجع بينزرع بمسرح على الحضور المسرحي واللي هو الاعلام المرئي اليوم. الزجل ما بده كثير ليفوت على قلوب الناس لانه بيمثل كل حاله شخصيه. يلا نحن رح ننتقل هلا الى مدرج ميروبا نشوف حفله حضرتك كنت مشارك فيها. نتسمع كمان الاجواء الزجليه حلوه. تم شكرا عمل منها صبي، الدنيا بتركع على مدرج سباق، وكل شجره حسب ما تكون هي إلها غصون مفلوش بسماء. بنضار ترى الحلا كاتب وصيب غصن واحد ما بتحقق رجاء. وكل شجرة حسب ما تكون هي إلها غصون مفلوش بسماء. بمطار طلع الحلا كاتب وصي غصن واحد ما بيكمل حلا. وميروبا يا شجرة نخبوي كما نخصون غازيا عطاء. غصون بكعبها حملو قضي، وغصون براس غازاته علا. هيدي من 4 سنين بميروبا، مهرجان ميروبا كان منظم حفله للزجل بالكازينو. رح بتكونوا جوقه، ما رح يكون في مباراه يعني. بلا رح يكون في مباراه، حدا عم بيرد على حدا. ما نحن ليش دانيس فاير مش بالجوقه، رح يعمل صراع فكر رهيب هو بسام حرب. مشان هيك عملت كيف لك تتعدلوا الارقام 2-2. كيف لك مع مين رح تكون حضرتك؟ انا رح غني مع الختيار المثلي الياس خليل. طول بعمركم. رح يكون في صراع شباب بين بسام حرب وبين دانيس فاير. اي جيل من الزجل بيربح؟ ختيارية او الشباب؟ بدكم تحكموا انتم. طب شو بتوعدوا المشاهدين؟ بحفله حلوه كثير، يعني حفله كثير حلوه ان الله راض رح تكون، لانه عن جد اجمل شيء هو صراع الفكر، مش هذا الصراع على الطرقات يعني. اكيد بقى خلينا نسمع بس. ساقب عياسك براسك قنديل بلفتيل، ولما دقينا براسك من جوا رد القنديل وقال لي خمسوا سيداتي لقيت في خمسة قد وقد عاد راسي قنديل مشهور عندي نور وعندي زين برافق زقزق العصفور وبتنقل من بيت البيت وبتنقل من بيت البيت
شاف جواتي هدي 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 بدك ترد على ايه بشي؟ الياس اللي احلى ما يكون وبسام الشاب الاتي مش رح تفرق مع انطون حتى لو كانوا ثلاثة. حلو هيك بتوعدنا يعني بالكازينو. قديش في هلا الشباب هيك عم بيستهويهم الزجل من جيل الشباب تهن بدورهم يقدوا الزجل؟ كثير بيريت لك لي لانه مر على احد محطات احدى محطات التلفزيون برنامج زجل للشباب وشاركوا فيه. والإنسان بينبسط كتير إذا عم بيأدي عم بيغني الشيء إنسان من جيله من عمره لما شافوا الشباب اللي عم يتفرجوا صبايا كمان وطلعوا وغنوا زجل وحملوا الدفو وعم بيصرلن اليوم مجالات إنهم يقدروا يشتغلوا. لما شاب بيغني بيصير في رغبة عند المتلقي كشاب إنه هذا شاب من عمري يعني من هيك عم بيكون في حضور كثيف للشباب. يعني إذا حفلة فيها 500 شخص عم بيكون فيها 200-250 شاب وصبي وبيظهروا لأنه ذاكرتهم بعد حية عم بيرددوا هالأبيات. وشو نحن غنينا بحفلة هون بضيعة اسمها بالمتن نوجه لهم تحية لأهل قرنة حمراء قرنة شهوان. نحن خلصنا الحفلة حملوا رئيس البلدية شي 200 شاب ويحاربوا له من الأغاني اللي كنا عم نغنيهم بالحفلة حفظوهم. وهيدا الفن السريع اللي بينحفظ. أحد رؤساء الحكومة المهمين أول ما أخذ لبنان استقلاله كلف شعر الزجل يدوروا على ضيع لبنان ويبشروا بالاستقلال ويقولوا للناس شو الاستقلال بطريقتهم الزجلية لأنه بتزرع الحماس عند الناس. مثل شو؟ تتذكر منهم؟ لا هيدا قديم كتير جوال. عم بحكيك بالأربعينات يعني بس هيدي نازلي بأحد المراجع المهمة شو عملوا شعر الزجل بفترة الاستقلال لأنه هيدا شعر بفوت على الدم وبيغلق. أنا عم بستفزك شوي لنرجع نسمع شي تاني. يلا نحن يلا سمعنا شي. شو بدنا نسمع؟ بدنا نقول شي عن لبنان؟ يلا فضل. عن هالوضع هيدا بتلاقي مع جونا ومع فكرتنا الأساسية. بدل ما الرسام نفسه يقود ويرسم بلاده كيف شعلاني يرجع يصور جنة المعبود كيف بأرض لبنان خلقاني. والشاعر اللي عن زهوته مبعود وروحه بشباك القهر علقاني يرجع لماضي عزته ويجوده يخلق معاني وما بقى يعاني. وهيك الموسيقي الغايب وموجود وريشته من الآخ تعباني قلبه يحن على الوتر والعود ويرجع يدوب لحن بالتاني. لبنان بحار الفكر معدود ودى الحرف بطموح إنساني ومفروض عشاط السلام يعود ومثل ما تجسد وطن بالكون يرجع يجسد كون لبناني. حلو يعني لبنان رح يكون حاضر مواضيع كتير رح بتكون حاضرة طبعاً. على خشبة مسرح كازينو لبنان صالة السفراء لبنان والحوارات الزجلية الحلوة بالمواضيع المختلفة وأكيد غزل للصبايا والعيون الصبايا. بعد ما خلصنا من نسمع ولما البسط بدلت حياتي بالخليل كيف انتحر عمره بمعجل
محضرين مواضيع ل 22 شهر؟ هيدي مفاجأة بدنا نخليها. بدنا نعرف شيء، بدنا نسمع شيء. ما هلا شو بيخلق؟ بدنا نحمس العالم. شو بيخلق بهالمنافسة؟ ما حدا بيعرف. هيدي ميزة الزجل جوال. إنه أحيانا كثير نبقى محضرين، مش حقول لك إنه نحن شيء قالها على الأرض يعني. طبعًا. بس أحيانا بيحدث شيء بالحفلة بيجبرك تغيري كل شيء عملتي. كنا عم نغني مرة بضيعة، عملوا لنا مسرح، بس قعدنا على المسرح هبط. هبط المسرح؟ ايه. وقعنا 11 حدا بين شعرة وبين كورس وبين موسيقى، صرنا تحت الخشاب. والدف. كل شيء وقع. والدف وقع. بس بقي ما انكسر. ولا انفخت. ولا صار له شيء، ما بيصير له شيء الدف. المهم. وجات الخضرة. لا هذا نحن مش كثير بنعتمد عليه. اوكي. الحفلة بدار مدرسي وفي خلايا صاروا حرام راكدين بدنا نطلب الصليب الأحمر تيشوفوا شو صار فينا. هلا من حسن التقدير إنه ما حدا منا صابوا شيء، نفضنا تيابنا، رجعنا سولنا مسرح وطلعنا. صوري هون جوال إنه بدك ترجع تعيد الحفلة اللي كتبتيها. كيف أبدا وكنتوا بلشتوا يمكن بس هبط المسرح فيه. إيه كنا قاعدين فوق بقى لما عملنا حفلة من واقع الحال. تتذكر شو قلته؟ لا بس بعدني بذكر قفلة الرادي بقول لهم هيك عن الجوقة، انه المسرح هيك معمول لجوقة صغيرة كان لازم حضرته اليوم مسرح وجوقتنا كبيرة شيء هيك يعني. وبلشنا من هالمطرح هذا يعني الاشياء اللي بتصير بالحفلة بتفاجئ بعض الاوقات وبتفرض حالها. هيدا عنصر التشويق وكلنا هلا بنكون موجودين بحفلات بتعرف الناس بيقعدوا بالحفله وشي ردة فعلهم كمان اكيد لها دور. انسان احيانا بيتحمس زياده بيوقف بين الناس وبيقلنا بيت نحن وقاعدين على المسرح كنت ردوا اكيد هيدا فن كل شيء، فن الارتجالي، فن التحضير، فن المفاجأة، سرعة الخاطر، الامور كلها لازم تكون حاضره بالشاعر الزجلي تيقدر يكون ناجح. هيدي موهبه استاذ يعني، بعتقد انه ما حدا بيقدر هيك اذا بده يفكر يكتب شعر او زجل انه بيحصر افكاره. هي موهبه مثل ما انتم بتكونوا فجاه موجودين على المسرح وبترتجلوا الكلمات. هيدي موهبه بالاساس وتنميه وصقل بعدين. كل انسان عنده موهبه بشيء جوال بس حسب ما توجهي هالموهبه. هيدا بيبرع بالطب، هيدا بيبرع بالمحاماة، هيدا بيبرع بالهندسة، هيدا بيبرع بالصناعة، هيدا بيبرع بزراعة الأرض. ويا ريت بنرجع نزرع الأرض مثل ما لازم لأنه عن جد بدها وراعة. وأنطوان سعادة بارع بالزجل. الشاعر لما بيخلق ويكون موهبة ملكة الموهبة وبيتوجه بيكون مناخ ضيعته، مناخ أهله، مثلا أنا خوالي أربعة شعراء وبيغنوا زجل. وانا وصغير ربيت هالشي معي من طفولتي، عم بسمع زجل وعمل نغم الزجل وشي من النوع. تمشي موهبي واستمرار وثقافي تيصير الشاعر يقدر يؤدي دوره. من هيك موهبة موجودة وين ما كان، بس موهبة الزجلية والشعرية بده يكون في توجه، بده يتعب الشاعر طبعاً. ما بيكفي يقول انه انا موهوب. موهبة بلا ثقافة لا تساوي شيء. نعم. نحن بدنا اياك تحضرنا ردة لبرنامج اخبار الصباح بهالوقت، منذكر بموعد هالحفل، فاذا فرقة المسرح مع الشاعر انطوان سعاد الشاعر الياس خليل وبسام حرد وبمشاركة داني صفير ب 22 الشهر على خشبة مسرح صالة السفرة بكازينو لبنان. وشو في شي ردة جهزت لاخبار الصباح؟ انا بدي اقول مش بس لاخبار الصباح، للمستقبل. تفضل. المستقبل عنه إلنا تنضمن مستقبلنا، بدنا كل ما نغني شعر المستقبل يستقبلنا. والمستقبل حاضر. أهلا وسهلا. شكرا لكم. بس كلمة صغيرة، أنا بدي أشكر تلفزيون المستقبل بهالمناسبة، لأنه ما في مناسبة ثقافية، ما في مناسبة شعرية، ما في كتاب، ما في توقيع، ما في تكريم إلا ما بيكونوا الصبايا موجودين وبياخدوا منا مقابلات. تحية لتلفزيون المستقبل. أهلا وسهلا لك. شكرا لك. بريك بنرجع نتابع حلقتنا. رح ننتقل بختام الحلقة عند زميلتنا رولا كساب حداد. رولا معنا دقيقتين ونص تتخبرينا عن ملفات حلقة كلام بيروت اليوم. صباح الخير.
يعني اذا بدي اخبرك بدقيقتين ونص جوال بتخلص حلقتي انا. صباح الخير صباح الخير، خبرينا عن اولادك. صباح النور. اليوم انا وياك متفقين رولا بالالوان طبعا اكيد. تفضل. اليوم ضيفنا الوزير السابق الاستاذ شارل رزق. صباح الخير معالي الوزير. اهلا وسهلا معاليك. ضيف مميز اول مره بيحل علينا ببرنامج كلام بيروت. اهلا وسهلا فيك. امبارح كان لك اطلاله مميزه بالذكرى التاسعه لاستشهاد الرئيس الحريري، كانت لك كلمه مميزه عن العدل والعداله وقديش هي يمكن رح ترسي اسس جديده بالمرحله المقبله بلبنان. ليش طلعت امبارح بالبيال؟ اليوم في مراجع سياسيه بالصحف عم تسال هالسؤال، رح اطرحه عليك بخلال الحلقه. كمان رح احكي مع معالي الوزير عن الموضوع السياسي بشكل عام، موضوع الحكومه ليش تعرقلت، ليش ممكن اليوم تنفرج على حد هيك ما لي عليه ما خبر الا اذا الوضع بلبنان وبالمنطقه قديش كمان عم بيتاثر بعد فشل جنيف 2 والجوله الثانيه من المفاوضات. اذا مجموعه من الملفات وابرزها موضوع المحكمه الدوليه وانطلاق قطار العداله رح نقشها مع معالي الوزير شارل رزق. نعم، خلينا نرحب بدورنا بمعالي الوزير شارل رزق ونقول له اهلا وسهلا بتلفزيون المستقبل. اشتقنا لك واطلالتك امبارح كانت مميزه، وبعتقد رولا جوابا على السؤال اللي عم بيطرحوه الصحف، مين غير الاستاذ شارل رزق بده يحكي عن العدل والاعتدال من ابرز الوجوه يلي تكلمت بهالمواضيع؟ رح نتوقع حلقتك بتفاصيلها من بعد ما نختم اخبار صباح عبر الارضيه والفضائيه، وكل المشاهدين بامريكا بيحضروا الحلقه عبر الويب سايت الخاص بالبرنامج futuretvnetwork.com. ومذكركم انه بكره ضيفتنا رح بتكون الفنانه الممثله المخرجه عايدة صبرا، وحديث عن مسرحيتها الجديده من الاخر على خشبه مسرح مترو المدينه. بيبقى انه نتمنى لكم نهار سبت حلو، واكيد بنشوفكم بكره. باي. الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان رفيق الرياضه والرياضيين بلبنان، مش بس بسبب الدعم المالي والمعنوي اللي كان يقدمه، ولكن لسبب وجيه، هو انه امن الرئيس الشهيد انه بناء الاوطان ببلش ببناء الشباب وبابعاده عن كل اجواء التطرف. يا فخامة الرئيس، البلد ماشي. والشغل ماشي. والحكي ماشي. ولا يهمك يا فخامة الرئيس. سنة 1997 كانت المغامرة الأولى بعد الحرب الأهلية اللبنانية، وقت استضافت العاصمة بيروت دورة الألعاب العربية، ونظم لبنان بأعلى المعايير وبدعم كامل من الرئيس الشهيد، يلي دخل ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية باللباس الأبيض كعريس للرياضة اللبنانية وعريس للعاصمة بيروت. بعد 3 سنوات على دورة الألعاب العربية كانت المغامرة الثانية، ووقتها كانت حلم، وهو استضافة بيروت لعرس قاري تمثل بكأس آسيا لكرة القدم عام 2000. وقتها سألوا للرئيس الحريري، معقول كل هالأموال اللي عم تدفعها وكل هالملاعب يلي عمرتها وبنيتها؟ كان جوابه واضح، بدي كل العالم يسمع انه لبنان رجع وبيروت رجعت للحياة والحلم تحقق، وكانت كأس آسيا ببيروت. الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان أول رئيس وزراء بتاريخ لبنان بينشئ وزارة للشباب والرياضة، مش ليزيد عدد الوزراء ولكن كرمال يعطيها قيمة، لأنه بيعرف قيمة الرياضة ببناء الأوطان. الرئيس الشهيد رفيق الحريري دعم كل الأندية اللبنانية ودون تميز، وكان المقصد والمحج لكل مين بده مساعدة من الأندية. ومش رح نعد كل الأندية، بس يلي بدنا نقوله انه حتى بوقت الخلافات الكبيرة بين الرياضي والحكمة وبين الأنصار والنجمة، ما كان حدا يجمع هالأندية ويحل خلافاتها إلا رفيق الحريري. بالرياضة، وأنا عاشرته بالرياضة مقارب 20 سنة، كان همه الأساسي وحدة الشعب بالرياضة، تنافس بالرياضة ليتوحدوا الطوائف والفئات والمناطق سوا. وكان دائما مؤمن بانه الرياضه هي اللي بتامن العقل السليم بالجسم السليم، اللي هو بيكون عنصر الحياه الجديده للشباب اللبناني المستقبلي، بعيد عن التفرقه والطوائف والمناطق والاحزاب والسياسه. كان دائما يشوف الرياضه هي امل المستقبل. الرياضه بعد رفيق الحريري صارت يتيمه، مثل لبنان تماما، حاولت تبقى على قيد الحياة
ولكن اليوم وبعد 9 سنين الكل خايف من الدول العربية ومن الأجانب من تنظيم أي مسابقة ببيروت، وبلش الفساد يستشرب الرياضة، وبلشت الرياضة تبعد عن الشباب ويقرب التطرف. يلي كان بيعرف الرئيس الشهيد رفيق الحريري كتير منيح أنه وقت يطل التطرف برأسه ما رح يدل في رأس عالي. لم يتحقق أي أمر في هذه الحياة إلا بدأ بحلم وانتهى بحقيقة، ونحن في هذا البلد معروف عنا أن أحلامنا كبيرة وتحقيقها ليس بمستحيل.